مباراة الميلان ونابولي في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكي تشاهد المباراة معنا فضل الله بزر لكم الاشتراك بالقناة وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضاف لهذه المباراة ملعب استاديو جيزيب ميزا بميلانو. أما توقيت هذه المباراة سوف يكون كالتالي: في تونس الساعة 7:45 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، والساعة 9:45 بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، قناة آت سبورتس بريمير اتش دي 1 الناقل الحصري للمباراة بتعليق فارس عواد. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاص الجرس على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضربكم موعد في موعد قادم.